السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ النهارده بداية سيرفر كنودوس في السيرفر التركي، ولسه مظبطين البارتيات وجاهزين نلعب السيرفر. ادي عندنا 4 بارتيات نازلة، ادي بلاك هاند جيلد بلاك هاند بارتي 1 موجودة اهي، الناس كل 8 موجودين في الأوضة. بلاك كنودوس بارتي ليفل بارتي 2 8 برضو موجودين في الأوضة، وادي بارتي 3 وبارتي 4 كمان بننسق بارتي 4. ده الجلد بتاعنا والتيم بتاعي، وأول يوم هننزله في سيرفر تي ار سورو كنودوس. كنت اتكلمت على الفيديو اللي فات إعلان عن سيرفر كنودوس تي ار سورو، سيرفر شاينيز فقط ليفل 90، تجربة جديدة بالنسبة للسيرفر التركي، أول مرة يفتحوا سيرفر شاينيز بس. هننزل السيرفر ونشوفه مع بعض، هنشوف مع بعض بداية السيرفر وهنلعب ازاي وشكل التيم بتاعي عامل ازاي وشكل الاعداد اللي هتنزل السيرفر قد ايه نزل ناس سيرفر كنودوس. انا متوقع السيرفر ده اكبر عدد من الناس هتنزل في سيرفر على الاطلاق ممكن تشوفها. ايه ده ايه ده، ايه الزحمه دي يا جدعان؟ ايه ده، شايفين المنظر يا جدعان؟ اول يوم في السيرفر التركي، اعداد مش طبيعيه، اعداد مش طبيعيه، اعداد مش طبيعيه يا جدعان. ايه كميه الناس دي وكميه الناس اللي شاحنه؟ ده شباب، بعد لما عملنا الجلد بتاعتنا وصلت هو ليفل 21، والشباب اهي معايا في الجلد، وعملنا الجلد اللي هي بتاعت بلاك هاند على السيرفر التركي زي ما انتم شايفين. بعد مثلا حوالي 3 4 ساعات ولسه المدينه مليانه على الاخر بتاعت جنجان. بس عايز اوريك كده كام صفحه في السيرفر التركي، كلها ناس حقيقيه موجوده. ادي حوالي 6 صفحات، مفيش بقى موضوع البارتيات اللي 8 على 8 الموجوده دي اللي بتفضل موجوده، كلها بارتيات لسه ما كملتش، ما بالك بقى البارتيات اللي كملت. وبص بقى المفارقه، ان انا اول مره اشوف سيرفر اصلي كده، واول مره في تركيا اشوف حد من شركه جيم جامي. ادي جي ام اللي هو هالكرناس، صدفه عشان اول يوم لقيناه نازل في اللعبه بيحيي طبعا جماهيره ويحيي اللعيبه. طيب هنرجع للبارتي بتاعتنا ونلفل. طبعا وريتكم السيرفر من جوه، واكتر سيرفر هتلاقي فيه ناس ممكن تشوفوا موضوع السيرفر اللي هو بتاع السيرفر التركي اللي هو كنودوس، السيرفر الجديد بتاع كنودوس. تشجيعا ليا والناس السبسكرايبر اللي بتتفرج على الفيديوهات بتاعتي، هيبقى في
المرة الجاية سحب على كارت 300 سلك، في اتنين هياخدوا كارتين 300 سلك، كل واحد هياخد كارت 300 سلك، هختارهم من الكومنتات، هعمل سحب عليهم من الكومنتات على الفيديو ده، اعمل لايك وكومنت. المرة الفيديو اللي جاي هعلن عليهم وهديهم، هبعت لهم الكروت بتاعهم، الكروت بتاعتهم لازم يكون عامل كومنت على على الفيديو، ويكون عندي على سيرفر الديسكورد اللي هو بتاع زنجر جيمر، ديسكورد دو جي جي زنجر جيمر. يلا اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله، خلال يومين هيبقى في فيديو هعلن عن الناس اللي كسبت 300 سلك، وهوريكم برضو من جوه السيرفر التركي عامل ازاي. يلا شباب اشوفكم في فيديو جديد، يلا تصبحوا على خير.